بنتكلم عن سفراء لينا في المملكة العربية السعودية. التقدير، كل التقدير للأنامل الذهبية المصرية التي تمثلنا في مواسم الغناء في المملكة العربية السعودية. هناك محبين من جمهور ومسؤولين في المملكة العربية السعودية لهؤلاء العازفين المحترمين بقادة الفرق بتوعهم، وتواجدهم هيبقى موجود في الشهر القادم موسم الرياض. هذه الأنامل الذهبية أيضا هتكون موجودة، وعاملين مشروع كبير جدا هيكون تحت إشراف معالي المستشار تركي آل شيخ. مشروع محترم، مشروع طموح جدا، هيتم الاستعانة فيه بالفن والفنانين المصريين القوة الناعمة المصرية. برحب بالمايسترو والملحن الأستاذ أمير عبد المجيد أربيك فندم. أهلا وسهلا أستاذ عم. وبرحب بدكتور ممدوح الجبالي عازف العود وأستاذ العود بمعهد الموسيقى العربية أربيك. اسمحوني بس يعني علشان حابب أن أنا أعرف كل عازف من اللي موجودين بقالته، يعني سمعني حتة كده جاي عشان لو منفعش هبعت أقول لهم ما تاخدوش الراجل ده يعني بلاش، لأنه مش قد كده. أنا بهزر طبعا. دول أحسن عازفين موجودين في العالم العربي. نعم. معانا مستوى غير طبيعي. معانا الدكتور ماجد سرور عازف القانون الأول بالوطن العربي. لو سمحت سمعنا حاجة كده، قدم لنا نفسك. ونعم الكارت، يعني واحد يقول لك اديني كارتك تسمع الكلام. الموسيقار والموزع الكبير استاذ يحيى الموجي عازف الكمان، تقديمه برضه حلوه. وانا مش محضر بس يعني لا 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 معلش اجي اساعدك انا. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا، مش كده؟ ما كنت عزفت. ما كنت عزفت.